بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشرح مع بعض درس بعنوان تمييز العدد. أولا قبل ما ندخل في موضوع الدرس اللي هو تمييز العدد، لابد إن احنا نعرف أولا إيه تقسيمة العدد في اللغة العربية. أنا عندي العدد بيتقسم في اللغة العربية لأربع أقسام أو أربع أنواع. النوع الأول هو العدد المفرد، وده بيكون الواحد لغاية 10 والمية ومضاعفاتها اللي هي الألف والمليون والمليار وهذه الأرقام. عندي بعد كده النوع التاني هو العدد المركب، وده بيكون مركب من جزئين اللي هو جزء الآحاد وجزء العشرات اللي هو من 11 ل 19. وعندي بعد كده العدد المعطوف اللي هو 21 لحد 99. وعندي بعد كده ألفاظ العقود اللي هي من 20 ل 90 اللي هم 20 30 40 50 60 70 80 90. دي تقسيمة مبدئية. هنبتدي نتعرف على كل نوع من أنواع العدد لوحده، لأن معرفتي للعدد أهم من معرفة تمييزه. أولا العدد المفرد، هنبتدي نعمل تقسيمة كده بسيطة. العدد المفرد هنقسمه لجزئين، الواحد والاثنين ومن 3 ل 10. زي ما انتوا شايفين 1 و2 احنا عاملين عليهم علامة صح، ومن 3 ل 10 عاملين عليهم علامة غلط. ايه مدلول علامة صح وايه مدلول علامة غلط؟ ده هنمشي عليه طول شرحنا في الدرس. اي عدد هيقابلنا هنقسمه لجزئين، الجزء الاول منه لو فيه 1 او 2 فده هيوافق المعدود، يعني مذكر مذكر مؤنث مؤنث. ولو كان الجزء ده 3 لغاية 9 فده هيخالف المعدود. طبعا الكلام ده مش هيبان غير لو دخلنا اكتر في الدرس. تعالوا نشوف مع بعض العدد المفرد بالعددين 1 و2، ودول اعداد ملهاش تمييز. لو قلت مثلا قرأت قصة واحدة واشتريت كتابا واحدا، هلاقي ان كلمة واحدة وواحدا ده نعت منصوب. كذلك لو قلت سلمت على طالبين 2 وطالبتين 2، هلاقي ان كلمة 2 وكلمة 2 نعت مجرور. فالملحوظة اللي ناخدها هنا ان كلمة 1 او 2 لو جت بعد المعدود زي الامثلة السابقة تعرب نعت. اما بقى العدد من 3 ل 10، وده اللي انا عايزكم تبتدوا تركزوا فيه لان هو ده اللي هنبني عليه معظم شغلنا. من 3 ل 10 ده بيخالف المعدود، يعني بيخالف التمييز اللي وراه. العدد ده بيخالف التمييز اللي وراه اللي هو بيسمى المعدود، بيخالف في التذكير والتأنيث ويعرب حسب موقعه في الجملة. ناخد مثال، لو قلت في الأسبوع 7 أيام، كلمة 7 أنا حطيت في آخرها ت مربوطة لأن كلمة أيام اللي هي المعدود اللي ورا العدد اللي هو التمييز، يعني كلمة أيام مفردها يوم، كلمة يوم دي مذكر، فلازم أجيب العدد طالما هو من 3 ل 10 جه المعدود بتاعه مذكر يبقى يجي هو مؤنث. كذلك لو قلت اشتريت 9 قصص، كلمة قصص اللي هي المعدود أو التمييز مفردها قصة وهي كلمة مؤنثة، يبقى لازم العدد طالما جه من 3 ل 10 أجيبه عكسها يخالفها فيبقى 9. أما العدد 100 ومضاعفاتها اللي هي الألف والمليون والمليار وهكذا، فده بيتساوى فيها التمييز المؤنث والمذكر. فأقول حضر الحفلة 100 شاب و100 فتاة. لو جينا للعدد المركب اللي هو 11 و12 ومن 13 ل 19، 11 و12 قلنا أي حاجة فيها 1 و2 تبقى بتوافق، وأي حاجة فيها من 3 ل 9 تبقى بتخالف. طبعا احنا بنتكلم على الجزء الأول من العدد. تعالوا نشوف العدد المركب 11 و12 دول بيوافقوا المعدود تذكيرا وتأنيثا. فنقول قرأت 11 كتابا و11 قصة، وأقول نجح 12 طالبا و12 طالبة. زي ما انتم شايفين 1 10، 1 مذكر وعشر مذكر جاية متوافقة مع كتاب، وفي الجملة بعدها 11 مؤنثة و10 مؤنثة جت موافقة لكلمة قصة. كذلك في المثال اللي بعده 2 جت مذكر و10 مذكر جت مع طالبا متوافقة، و12 الاثنين جم مؤنث مع المعدود اللي وراهم المؤنث اللي هو طالبة. اما بقى من 13 ل 19 زي ما قلنا اقسم العدد لجزئين،
الجزء الأول منه هيبقى بيخالف المعدود تذكيرا وتأنيثا اللي هو من 3 ل 9، والجزء الثاني بيوافقه. فأقول قرأت 13 كتابا و19 قصة. هلاقي 3 موجود فيها التاء المربوطة عشان ده الجزء الأول من العدد اللي هو فيه 3، ده هيكون بيخالف المعدود اللي هو كتاب، لأن كلمة كتاب مذكر فيجي العدد مؤنث. وفي الجملة التانية 9 جت من غير علامة التأنيث عشان المعدود بتاعها قصة وهو معدود أو تمييز مؤنث فيجي العدد مذكر. عشان كده العدد من 13 ل 19 الجزء الأول بيخالف المعدود في التذكير والتأنيث والجزء الثاني بيوافق. نيجي للعدد المعطوف، 21 و 22 دول بيوافقوا، ومن 23 ل 99 الجزء الأول بيخالف. العدد المعطوف قلنا العددين 21 و 22 واللي زيهم، يعني 31 و 32، 41 و 42 لغاية 91 و 92 دول بيوافقوا المعدود تذكيرا وتأنيثا. فأقول نجح 21 طالبا وإحدى 21 طالبة. زي ما انتم شايفين واحد جاية متوافقة مع كلمة طالب وإحدى جاية متوافقة مع كلمة طالبة. وأقول قرأت 21 كتابا وإحدى 21 قصة، نفس الموضوع. أما العدد من 23 ل 99 زي ما قلنا هنقسمه جزئين، الجزء الأول منه بيقع من 3 ل 9 هيبقى بيخالف، فالجزء الأول منه بيخالف المعدود تذكيرا وتأنيثا والجزء الثاني بيوافق. فأقول اشتريت 23 كتابا و99 قصة. زي ما شفنا الجزء الأول من 23 اللي هو فيه 3 ده بيخالف المعدود، فهنا المعدود كتابا مذكر فيجي العدد مؤنث. وكذلك في الجملة الثانية 99 قصة المعدود أو التمييز قصة ده مؤنث فيجي العدد بدون علامة تأنيث عشان يخالفه. أما ألفاظ العقود زي ما قلنا هي 20 و30 و40 و50 و60 و70 و80 و90، دي بتعرب حسب موقعها في الجملة، لكنها بترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء لأنها حاجة هتاخدوها بعدين لما تكبروا، اسمها ملحقات بجمع المذكر السالم. مثال أقول نجح 20 طالبا و20 طالبة. زي ما انتم شايفين 20 جت مع طالبا وطالبة مفيش أي اختلاف. هنا أقول 20 لو جيت أعربها أقول عليها فاعل مرفوع علامة رفعه الواو. قرأت 20 كتابا و20 قصة، لو جيت أعربت كلمة 20 هقول إنها مفعول به منصوب علامة نصبه الياء. لو جينا بقى لتمييز العدد هو موضوع درسنا النهاردة، معلش هي كانت المقدمة لازم تكون بالشكل ده لأن أنت مش هتفهم تمييز العدد إلا إذا فهمت العدد. بالنسبة للأعداد من 3 ل 10 فتمييزها بيكون جمع مجرور، زي ما نقول اشترك 3 شباب في المسابقة. طبعا شفنا هنا العدد 3 فالمعدود بتاعه أو التمييز بتاعه يجي جمع مجرور، هي كلمة شباب. من 11 ل 99 ده تمييزه بيكون مفرد منصوب. فأقول نجح 11 طالبا في الامتحان، والمية ومضاعفاتها بيكون تمييزها مفرد مجرور. فأقول حضر الحفلة 100 مدعو. نيجي للخلاصة، قلنا العدد المفرد الواحد والاتنين بيوافقوا ملهمش تمييز، والتلاتة العشرة بتخالف المعدود. العدد المركب 11 و12 الجزئين بيوافقوا، من 13 ل 19 الجزء الأول بيخالف والجزء الثاني بيوافق. أما العدد المعطوف 21 و22 بيوافقوا، ومن 23 ل 99 الجزء الأول بيخالف. وقلنا ألفاظ العقود دي ملهاش أي نوع من أنواع التأثير، بتيجي زي ما هي مع المذكر أو مع المؤنث. تدريبات: اكتب الأرقام الحسابية بألفاظ عربية واضبط التمييز. الجملة بتقول في المدرسة 500 طالبة و300 طالب و20 معلم و32 معلمة، ويوجد في المدرسة 12 وكيل و11 مدرس أول و21 عامل و7 عاملات و3 مدير. لو جينا نشوف الإجابة هنقول في المدرسة 500 طالبة و300 طالب. طبعا 500 و300 دول تبع العدد 100 ومضاعفاته، طبعا بيكون تمييزها مفرد مجرور.
بعد كده بنقول وعشرون معلما. طبعا ألفاظ العقود بتيجي بوضعها زي ما هي مع المعدود سواء كان مذكر أو مؤنث. طبعا هنا التمييز هيكون مفرد منصوب، لأن عدد 20 ده عدد بيقع ما بين 11 لـ99، فبيكون مفرد منصوب. نقول بعد كده واثنتان وثلاثون معلمة. طبعا 32 ده عدد معطوف، قلنا الجزء الأول طالما واحد أو اتنين يبقى بيوافق، فعشان كده جت اثنتان عشان المعدود أو التمييز معلمة، معدود طبعا مؤنث فجت اثنتان. وطبعا كلمة معلمة اللي هو التمييز جه مفرد منصوب، لأن رقم 32 ده عدد برضو بيقع ما بين 11 لـ99، فيكون تمييزه مفرد منصوب. نقول بعد كده ويوجد في المدرسة 12 وكيلا. طبعا 12 ده عدد مركب، وقلنا بيبنى على فتح الجزئين، وطبعا لو كان 11 أو 12 فالجزئين بتوعه بيوافقوا المعدود، وهنا المعدود وكيلا معدود مذكر، فطبعا يجي العدد مذكر. وكذلك 11 برضو نفس الموضوع، عدد مركب جه رقم 11 فيجي موافق الجزئين بتوعه للمعدود اللي وراه، وطبعا وكيلا ومدرسا الاتنين جم تمييز مفرد منصوب، لأن عدد 11 و12 دي من الأعداد اللي هي بيكون تمييزها مفرد منصوب. نقول بعد كده و21 عاملا. طبعا 21 برضو ده عدد معطوف، وقلنا تمييزه بيجي مفرد منصوب. طبعا 21 الجزئين جم متوافقين، لأن الواحد والاتنين بيوافقوا في كل الحالات. الأخيرة وسبع عاملات وثلاثة مديرون. طبعا هنا زي ما احنا شايفين كلمة سبع جت مذكرة، لأن المعدود اللي وراها أو التمييز اللي وراها جه كلمة مؤنثة، فطبعا العدد ده يقع بين 3 لـ9 فلازم يخالف المعدود فجت سبع. وكذلك كلمة ثلاثة جت فيها علامة التأنيث، لأن المعدود اللي وراها أو التمييز اللي وراها جه كلمة مفردها مذكر. وبكده نكون انتهينا بفضل الله من شرح الدرس وحل التدريبات عليه. أسأل المولى عز وجل أن ينفعني وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. كان معكم أستاذ هيثم المصري.